ولك هي داري جيبها لي خلي لي وفي الاخر هي بقاو دورها علاش واش يا مخزن يصوت لي علاش واش هذا هو المغرب واش هذا هو البلاد المنكر والظالمين والظالمين لا يخدم الحق لا يخدم الحق ها انا انا ما نحيدوش من هنا فكوني ها راش لي جيبو قعدو معايا والله انا قاعدة هنا متابعي جريدة الوجهة اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر عاجل من الجعرة باقليم وزان خروج ساكنة دوار الخربة للاحتجاج لمطلبها بحقها في الكهرباء لمدة حسب تصريحات ديال الساكنة يقال انه مدة شهرين هما بدون كهرباء في حالة يعني ماسة المساعدة باش هاد الناس حتى هما ياخذوا حقهم في الكهرباء غادي تبقاو معنا متابعي الكرام باش غادي ناخذوا الاراء ديال الساكنه باش نطلعوكم على يعني احدث الامور وتعرفوا مزيان شنو هو اللي كاين. اجي اختي عاودي لنا شنو اللي وقع لكم هنايا؟ وقع عطيتي وحده الحجره مشات ياك ما بقاش عندكم لا شو. ما بقى لي تحفظ الله انت تشوف شو معايا فوق تشوف قال احنا في الداوت عجب الداوت لا ما لا ضاو ولادنا كلهم حرقناها في الليل انا شربت 10000 ريال نجيبها نرميها راجلي خدامها بالنهار ما كاينش حتى شي حاجه نحاول سلفت وشريت من العيد رميته برا ما كاينش حتى شي حاجه ما كاين لا قانون لا والو في البلاد حنا كنطالبوا المالك يشوف فينا الله في وجه الله طالبين طالبين السنا يعطينا حقنا طالبين من سيدة الملك يعطينا حقنا طالبين من الرايه الملكيه يعطينا حقنا هذا ماشي عادل هذا ماشي عادل هذا ظلم هذا ظلم احنا عايشين في الظلم احنا عايشين في الظلم احنا عايشين في الظلم احنا عايشين في العذاب انا حنا شرب شربت الدواء ربي على الثلاجه لا والو الله ياخذ الحق ياخذ الحق لا ياخذ الحق لا ياخذ الحق عاش الملك يحيى الرايه الوطنيه والمملكه المغربيه عاش الملك. كما سمعتم متابعي الكرام صراحة يعني هادشي واخا تكلمنا على المشكل ديالكم شنو المشكل ديالكم نتوما دابا؟ ديالنا هذا شهرين هذا مفتوح علينا لا ما لا ضو نعيشوا مع الراجل فيه السكر انا قلتها له ملي كنعدي مع مراه كنا نلقاو هاد الثلاجة دابا هنا ما جبناهاش مفوان وجبنا عين الشوكة ما كاين عيش لا والو مرير عندي لا يخرج ما يدخل وانا طلعت كنسرع ديرو كرا هذا اللي جاب لي الدون وبني قال لي نضل الوالده ابا نهار السعود ثلاثه ان شاء الله باش يخرج يكون ايوا قلنا بحنا ما يمشينا نهار ثلاثه لا با ولا يدف لا خلي حتى حاجه ما يجينا لهنا شادوا علينا ضربه اداره اه الاداره واش عندنا حق نهضروا نعم اه عندنا حق اولدي والله يهديك اولدي الله يعيش اسدي الله يشافيه الله يشافيه. هرموش هرموش شنو اللي وقع خير هرموش قول لنا شنو اللي وقع هو هذا الشيء ديال الكهرباء فقط شنو المطلب ديالكم يعني؟ المطلب ديالنا هو يخرجوا لنا الضوء ويحكموا باش ما بغاو شينا شكينا لا جودان شكينا القايد ما خلاش لنا باش الضوء كيتخلص في 5 دراهم شي واحد ما بغا يعطينا حقنا كيديو المكان الواحد بغاو الفلوس نعطيهم الفلوس بغاو المكان نعطيهم اللي بغاو نعطيهم المهم المشكل يطلقوا لنا الخير المطلب ديالنا انتم مخلصين يعني الضوء مخلصين ولا كيستنى شي حاجه يدير بلو باش كاين شي ضوء كيتخلص في المغرب 5 دراهم الكيلو ما عرفتيش ولا كيستنى شي حاجه نعطيوها لهم كيطلبوا له 3 الملايين جيب لنا 3 الملايين علينا علاش اخويا كتسني 3 الملايين انا باش نشوف علاش مثلا قال لك جيب 3 الملايين لا مثلا الدور ما خلص شي 3 شهور ولا 4 شهور ما كاينش شي مخلص الشهر ديالك شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثه شهر 14 5 وانت ماشي بالشهوره ويجي يقول لك اودي انا كنسال 3 الملايين باش اخويا كتسال 3 الملايين انت باش حتى الرشوه كيتقسم لنا كاع ايوا 3 الملايين ويبقى يعيط عليك بالتليفون اجي والله راه 150000 راه عاملين راه كذا ويعطيك واحد الورقه ويدي منك 140000 مليون وتا حاجه ما كاينه واش ما كتعتبرش هذيك الورقه اللي عطاك توصيل؟ لا ما كتعتبرش توصيل عادي وانا كنعطي واحد كنعطيه مليون كيدير لك غير 140 وغير توصيل غير خاوي ماشي توصيل ونوصل لك واحد الميساج راه الدوله ما كتستافدش من الدار راه واحد جوج دراري هما اللي كيستافدوا من الدار عندهم 700 دار 4000 لكل دار السيد يلاه دخل الكهرباء باني اربعه الطوابع اللي جابها انا كنطلبوا السلطه المعنيه تدخل التفتيش بالوزاره
راه ما كاين لا سرقه ولا حتى شي حاجه وحده. هما دايرين مع ماليزا وكيعطيو مرضى الرياضه كيديروا لي غاو الكهرباء. منين وصل هذا الوقت هذايا؟ مولفين كيديو 4000 ريال كاع. كيفاش ما كيوصل هذا الوقت هذا؟ شنو زعما هذا الوقت هذا؟ هذا الوقت هذا زعما تدويره، راه تدويره عنصريه تدويره. وانا ما عنديش اخويا، ما عنديش، انا مصابي الله نخلص الضو ديالي، الله نخلص الشهر ديالي، ما يعطيك انت 4000. وعلاش انا تحمل عليا 3 ملايين المكانه؟ علاش زعما؟ شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة شهر أربعة وأنت ماشي بالشهرة ديالو في الآخر يقول لك عندي 3 ملايين، ما جابني أخويا 3 ملايين، علاش؟ علاش؟ كما كتشاهدوا متابعي جريدة الواجهة، يعني الساكنة بالاحتجاج ديالها كتقوم يعني بالمنع ديال المرور ديال السيارات. يعني كما كتشاهدوا في الباس يعني اللي جا ما يدوس، ممنوع يدوس. علاش؟ لان الساكنه كطالب بمطلب ديالها الاساسي والرئيسي هو الحق في الكهرباء، لان عندهم البيار ديال السلطه، بالتالي يعني ما عندهمش باش يطلعوا الماء، يعني ضروري مضطرين انه يكون عندهم الضوء باش يطلعوا الماء باش يشربوا. عيب وعار، لا للحقرة، لا للحقرة.